كرة 36 من المهرجان باش تنطلق يوم 5 جويليا والاختتام شكون يوم 12 اوت. حوالي 10 عروض متنوعة من عديد من الدول المشاركة. سنة فما ظرف خاص هو معناتها صعوبات مادية بالنسبة للمهرجان، خاصة عدم معناتها صرف منحة مهرجان جم الدول الموسيقى السيمفونية من طرف وزارة السياحة إلى حد الآن. صحيح هو عنا وعد بصرف هذه المنحة في أسرع الأجال، لكن احنا الانطلاق في الأعداد للمهرجان انطلق منذ أشهر، والمهرجان بطبيعة عنده ديزونجاجمون. إن شاء الله نكونوا معناتها احنا كمهرجان نكونوا وفيين للديزونجاجمون نتاعنا، يلزمنا نخلصوا المتعاونين نتاعنا والمتعاملين نتاعنا. دونك نطالب وزارة السياحة باش تصرف المنحة المخصصة معناتها للمهرجان، ولما لا معناتها في منحة 2023 يقع ترفيه في هذه المنحة إلى جانب الترفيه في المنحة الأخرى ومنحة وزارة الثقافة وكالة إحياء التراث الولاية المندوبية البلدية، هذا إلى جانب معناتها مزيد العمل على جلب مستشارين خاصين أخرين. طبعا هي ميزانية معناتها كي تقارنها بمهرجانات أخرى حتى في تونس معناتها ميزانية معناتها لا تذكر. بالنسبة للعروض اللي في مهرجان الجمة عندها تابعة معناتها عدد العناصر الموجودين في الفرق، فما فرق معناتها يكون فيها أكثر من 60 و70 عنصر. 60 70 عنصر هذوما بتجيبها من إيطاليا، من فرنسا، من ألمانيا، من إسبانيا، يتكلفوا معناتها برشا فلوس إلى جانب الإقامة متاعهم في النزل. ونعرفوا معناتها الموسم السياحي معناتها خلال الموسم السياحي الأسعار تكون مرتفعة جدا، لذلك معناتها يلزمنا الترفيه في منحة مهرجان الجم. وما نكذبش عليك معناتها احنا نعولوا برشا على التبادل الثقافي والتعاون الثقافي مع سفارات معناتها متعدة، ولولا هذه معناها التعاون والشراكات ما نجموش نعملوا برنامج، ما نجموش نشريوا عروض، وكما قلت خاصة مع تأخر التمويل العمومي. في الدورة 36 تبدأ من 5 جويلية إلى 12 أوت، فيها 10 عروض، فيها مشاركات جديدة لأول مرة، فما عودة لعدة فرق معروفة في المهرجان وعندها علاقة بالمهرجان. إن شاء الله يكون برنامج يعجب الجمهور مهرجان الجم الدولي للموسيقى الصنفونية، إن شاء الله يتحول بكثرة، لأن هناك فيه دعم التحول من الجمهور للمهرجان، فيه دعم للمهرجان ولجمعية المهرجان. ما يميز هذه الدورة هي الحقيقة فما هناك شراكات كبيرة مع خاصة المعاهد العمومية للموسيقى والرقص بتونس وبخارج تونس، هناك شراكات موسيقية بين موسيقيين تونسيين وبين موسيقيين من خارج تونس من ألمانيا بالتحديد من عدة بلدان. عملنا على إبراز الموسيقى التونسية، على مزج الموسيقى التونسية مع موسيقى الباروك العالمية مثلا في عرض مش يكون يوم 29 جويلية. هناك عودة للفرقة الأوركستر دي بال دي لوبرا دي فيان تو تقريب 25 مرة تزور المهرجان وكل مرة نجاح منقطع النظير. نحكي زاد على عرض فرنسي تونسي يوم 22 جويلية، فيه رحلة عبر الزمن من موسيقى بيزي كارمان إلى موسيقى لفونتون دو لوبرا ويست سايد ستوري، ونختمه بعرض بلوحة من لوحات الفيلم الراقص والغنائي لا لا لاند اللي أخذ عدة أوسكار في مسابقات السينما العالمية. إذن هناك الحقيقة تنوع، فما شراكات، فما إن شاء الله يكون الإقبال الجمهور على حد العمل اللي قمنا به. الصعوبات طبعا الصعوبات هي عادية معناها دائما وأبدا، الأمور المادية ما متجيكش في الوقت أو تتأخر في الوصول، هذا هو تقريبا، ولكن إن شاء الله معناها بتكاتف كل الجهود ما بين معنا البارتنير نتاعنا معنا وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة السياحة، وكالة إحياء التراث المشكورين اللي دعمونا، وزيد لي سبونسور نتاعنا لي ميسان نتاعنا جمعية اري كولتور باي يو بي. الحقيقة قاعدين نتعاونوا باش نأمنوا دورة عادية وإن شاء الله تكون ناجحة كما العادة، وشكرا لكل الحضور ولكل الصحفيين اللي ممكنهم يواكبوا هذه الدورة. شكرا.